أكو حد يدخل بيوت الناس بهالطريقة؟ الناس تنحنح، طق الجرس. أنا ماني جاية أسير عليكم. أنا جاية أقول غلطة صارت من سنين طويلة. غدمو؟ مو قلتي بتوقفين معاي؟ يادي يا نعمة، اللي تبينه بيصير. طلال راشد الماثر، اسمعني عدل، نبيل أخوك من أمك وأبوك، وهذا الدليل. أبوك الله يغفر له قال إنه مات، وأنا خبيته وربيته باللي الله قدرني عليه. سمعي، لا تيبين طاري راشد على لسانك، فهمتي؟ كافي كافي كافي، قضبت لساني سنين طويلة. يما نبيل، هذه عمتك موضي، عمامة أخت أبوك راشد، سلم عليها يما. عادي أقعد؟ إي يما أقعد، أقعد يا بعد عمري. طبعاً واضحة وضوح الشمس، ما يبيلها حكي. الأخت جاية علشان البيزات. الغني الله. أنا لو أبي البيزات إن شان خبيتهم غصباً على اللي يرضى وما يرضى. أنا صحيح ما جبت نبيل، لكن قلبي ولدي وهو ولدي. أنا أم نبيل وبتم أم نبيل. صج؟ أيا ليش ربيتي دام إنك ما تبين البيزات؟ فهميني. طيب أصل، وأنا سويت بأصلي. أنا ما عيشت عنه وهو صغير، تبوني أعيز عنه وهو عاد؟ نبيل ولدي، وإذا أنت تبي دليل غير هذا يا طلال، عندك عمتك موضي علامة شيوخيتي.